سيدتي اكلي القش وعلقي القش، يعني تكلعي القش تعاودي تعلقي القش. هذه هي الروتينات التوالة. كيراكم دايرين حبيباتي؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله روتين معايا، روتين فيديو جديد ان شاء الله، روتين جزائريه في امريكا ان شاء الله. غادي نوري لكم شو غادي ندير نهار اليوم، شو درت شو ما درتش، منا منكم عارفين. المهم قعدوا معايا حبيباتي وما تروحوش لبعيد. انا هذا ماني دايره، ملي جبت هذا الماشينه وانا مع غسل القش، يعني قبل زوجي كي كان يغسل القش برا كان مهنيني، كان يدي القش كاع ضربه وحده تاع سيمانتين، لمو قش تاع سيمانتين ويديهم كاع يغسلهم يجيبهم لي ناشفين، غير نطبق وندس. هيا بصح دروك راني نغسل انا، بصح الحمد لله هذه ثاني حاجه زينه. قلت لكم ملي جات كورونا ما وليتش نبغي غسيل تاع برا، خاصه الضهس الغاشي، ما نجموش تعرفوا ماشيين كي دايرين. كاع راجلي يقول لي لا معقمينهم وكل شيء، بصح لا غالب ما نجيبش نامن، خاصه مع قش بنتي مستحيل. على هذا جبت الماشينه، معليش ها يعني هنا صاي خسرت وصفي، مازال الدفعه الثانيه على خاطرش الماشينه صغيره. زعما كما نقولوا يكون عندك قش بزاف لازم تقسمي على زوج ولا ثلاثه، انا قسمت على زوج. راني نصفي، غادي نقلع هذا نديره حنايا نعصره، والزوج نعاود نديره يتصفى نزيد عليه الماء ونديره يتصفى، والحشا مازال ما درتهش. المهم خليكم معايا. هذه اللي تعصر ما ترفتش بزاف كما انا هنا، هذاك القش كاع اللي كان عندي ما درتهش كاع، خليت منها خاطرش ما ترفدش بزاف، بس اشياء تحصل مليح تامنوش عقلكم. انا دائما نديرها في السانك. هذا هو الحس تاعها، هكا حتى يبدا ينقص. اليوم بانت لي في الحشا ندير بنت رمضان، قلت على ما نديرش هذيك الفريك اللي شريتها من باتيرسون وندير معاها بوريك، قلت ندير ريحه تاع رمضان، بنه تاع رمضان. مع انه حنا تاع الغرب ما نديروش فريك، شوربه فريك ما نديروهاش، يعني قليل اللي يديروها، حنا ما نديروهاش بزاف، قليل قليل. نشرو الفريك ونديروه في الحريره، نقيسو حبات في الحريره، نديرو ما نديرو شوربه عادي ونديرو فيها الفريك، يعني ما نديروهاش كما تاع الشرق وكما تاع، يعني ما نديروهاش كما كيفهم هما يديروها، يعني الشوربه على اصولها، يعني عندهم عندهم الطريقه تاعهم اللي يديروا بها الشوربه على اصولها. انا عادي ندير الشوربه تاعي كما تاع فيغميسان، ندير فيها خضره منا ندير فيها الحمص، ايا نصفيها في لافان نطلق فيها هذا كيما نطلقوا حنا التيشه تاعنا، يعني التيشه يعرفوها البلبوله، نطلقوها في لافان في الحريره. فهذه انا في لافان نطلقها مع كي نصفي الشوربه تاعي منها، نطلق شويه فريك مع يعني في الاخير، ونخليها واحد 10 دقائق ونطفي عليها وتجي بنينه ما شاء الله. فهيا نروحو نبداو في الحشا تاعنا، والماشينه تاعي مازال راهي تخدم، خليها تخدم ونروح ندير الحشا خفيف ظريف. هاي انا يعني قطعت الخضره تاعي، درت بطاطا كوجات بصل الزروديه، درت طوماطيس، درت حبه طوماطيس ودرت الدجاج، وغادي نزيد طوماطيس ساقوطي ونزيد لي زيبيس ونزيد الثوم. حنا نديرو الثوم في الشوربه، يعني هذه الشوربه ماهيش الشوربه الاصليه تاع فريك كيما قلت لكم، هذه شوربه فريك مثال كيما قال لك 10 على 10، فريك مثال يعني شوربه فريك مع مع شوربه فيغميسال. المهم حنا انا هذه نديرها كيما هكا، ونهار نبغي ندير شوربه اصليه ثاني تاع فريك نديرها اصليه. اليوم بات لي باش نديرها، ديجا ما عنديش الوقت، لازم نديرها خفيف ظريف مع الهيت مع القش وكل شيء منا. المهم غادي نزيد لها لي زيبيس، نزيد لها فلفل كمون فلفله حمراء ملح، يعني هادو لي زيبيس اللي المعتادين تاع الشوربه، وغادي نقليها مليح مليح ومن بعد نزيد لها الماء. دوك نوري لكم هنا الحمص تاعي، ها هو راني نطيب فيه، لاني غادي نديرها مع التالي، يعني كنطيبها باش من بعد ما نقعدش نخير فيه،
ولا تبغوا ديروه مع الاول لازم ترابو كل شيء ولا تطحنوا في الروبو هذيك الخضره وكل شيء باش هكا تجيكم سهله ما تضلوش تخيروا فيه. وغادي هذا الماء اللي راه يطيب فيه الحمص هو اللي انا غادي نسقي به الشوربه تاعي. هذه هي، ودائما انا نضيف شويه زبده، نضيفها الشوربه ولا الحريره، ولا مرات حريره ندير لها السمن، ما عنديش السمن غادي ندير شويه زبده تعطيها واحد المذاق. اش نقول لكم، اللي ماشي مجربه هذا الشيء لازم تجربه، دي شويه زبده وشويه زيت ترد لي الخضر تجي بنينه بزاف. واكيد الشوربه تاعنا لازم يكون فيها القزبر، هنا قطعت فيها القزبر يعني كميه مليحه لاباس بها. غادي نخليها تطيب، ندير لها ورقه تاع رمد ثاني ونقليهم مليح مليح ونسقي الشوربه تاعي ونخليها حتى من طيب. نوري لكم الطريقه من بعد. هنا صاي سقيت الشوربه تاعي، ها هي راهي تغلي. نسيت باش نوري لكم واحد الحاجه، هي جومبو هذا اللي شريته الخطره اللي فاتت. انا ما نستعملش جومبو في الماكله تاعي، يعني كون تروحوا تشوفوا الطياب تاعي يعني لي غوسات التوايج راه مي استعملت جومبو، ما نستعملهاش بالك. نقول لكم خطره برك خطره ما عنديش فيه يعني طيب عادي. المهم هذه اول مره يعني ولا بالك ثاني مره غادي نستعمله ونشوفوا البنة كي دايره. غادي ندير يا نص هيا كاع دوك نشوف. علقيت فيها زوج يعني هذه العلبه الصغيره، شوفوا هذه رحت من هذه العلبه لقيت فيها زوج، غادي ندير وحده برك مش غادي ندير زوج، ندير غير وحده. شوفوا نحلها قدامكم شوفوا كي داير. هذا هو شو نشم الريحه، الريحه راه يبان مليح. هذا هو جا كيما هكا. وهنا البوراك تاعي درت فيه الفيوند عشي قليتها ها هي بريسيبيس، ودرت الروز، انا دائما ندير الروز ولا مرات ندير الخضره بالدجاج. ودرت هنا ها هو الشيدر الفرماج رابي والزيتون، هادو هما. وهذا نخلي حتى من بعد نعمره من الشيدر وك. والقش تاعي سي بوني كملت معاه ونشرته، وكان واحد القش بقى خلي حتى من بعد تنوض بنتي باش نعلقه في الباب. كما تعرفوا هنايا الضيق في امريكا لي زابارتمون تاعهم ضيقين، عاد انا لاني ساكنه فيها شويه واسعه بصح ما عندك شويه تنشري. شتو حنايا في البلاد البالكونات، ولا كيما نقولوا لك كان عندكم سكنه يعني تاع في حنا سكنوا في باطيمات، انا في بلاد نسكن في باطيمات يعني عندنا الباركونات، عندنا واحد زوج تاع لي باركون، وعندنا واحد باركون جاي في الكوزينه يعني عندنا وين ننشرو. شتو شو كي نديرو السلك في الباركو وكل شيء، بصح هنايا ما عندكش، هنايا ممنوع يعني اصلا كاع عندك باركو ممنوع تنشري فيه، ما تنشريش فيه اصلا الا اذا عندك فاميلي هاوس يعني تنجمي ديري على برا ديري هكا ديري السلك ولا تنشري فيه عادي، بصح كي تكوني في باطيمات هنا ما تنشريش. على هذا فلا بد نعلقو في البيبان ونسلكو وصاي هذا مكان. المهم انا غادي نخلط هذا وهذاك الديول تاع اللي قلت لكم اللي وريتها لكم ملسوقه، اسمه ملسوقه تونس شباب بزاف يعني داير كما الديول تاعنا تاع الجزائر تاع البلاد. اما هذاك الديول اللي يسموها سبرينغ رولز هذاك تاع شنوا هذاك مليح بصح شويه شويه يعني البنه تختلف تماما عن الديول هذا تاع ماشي كما تاعنا. كي تاكلي انتم سيو جربوا هذيك الديول تاع شنوا وجربوا هاد الديول وردوا لي الخبر، غادي تلقوا اختلاف كبير بيناتهم. شاي الديول تاع شنوا حاجه الشابه فيه هي ما يشربش الزيت، يعني هو ما يشربش الزيت بزاف بصح يتعلوك من بعد يتعلوك شويه. والديول تاعنا وتاع تونس كلشي يشرب الزيت يعني بالخف يشرب. وهنا بالنسبه للفطور تاعي درت سلطه درت معها هاي نص حبة تاع بيض، ودرت البن هذا لبن عيران مع طرف دهان يعني زبدة. هذا هو فطوري سامبل خفيف. انا دائما كيما قلت لكم زوجي ما يفطرش معايا يعني هو يكون في الخدمة، على هذا انا فطور ما نديرش يعني ليا ما نديرش، اللي كاين ناكلها مرات يبقى ملحشة مرات ندير حاجة. المهم زعما ما نديرش فطور هكا اللي ثقيل ولا خاطرش راني وحدي، نخلي دائما ندير الحشا، أيا ندير حاجة خفيفة ولا اللي يبقى ملحشا كذلك
نفطر بيه، وانا فطوري دائما خفيف يعني ما ناكلش بزاف لخاطرش نفطر وحدي، على هذا ناكل غير شويه هذا وتكون خلي منه. المهم تكون شوفو عييت مع خسر القش ومنا منا الانرجي يعني الباتري تاعي طاحت، خصني طاقه شويه. المهم نفطر ونولي معاكم. وهنا جبت قهوتي، يعني بغيت قهوه بنتي رايح دايما خلاتني شكان مقبله، انا لفتتها وندور بيها. هيا غادي نشرب قهوتي، هي راهي تلعب. هات جي ماما تي، ها شوفوا شو عندها. هاتي هيا، وعندكم ميلو. ميلو ميلو روح منا، روح روح منا. ها هو ميلو، ميلو ها هو جا باغي يشوفك. ميلو 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 شبيت شبيت شبيت، وخر اه وخر وخر على الكاطو تاعي، وخر زعما ديك بصح كبيت تاكل الكاطو. يا روح لبلاصتك، روح لبلاصتك روح ارقد. ميلو يعرف العربية على بالكم. هيا ميلو روح لبلاصتك، هي جري بلاصتك، اجري جري بلاصتك، اجري هي بلاصتك بلاصتك. ميلو هيا طلع بلاصتك، شتو معلمتها غير العربية ما يعرفش لونجلي على بالكم. هيا مهم غادي نتقهوى وقعدوا معايا. بالنسبة للطابلة، كاين وحدة سألتني في اللايف وقالت لي بلي خصني طابلة للصالة وما عرفتش منين تشريها، وقلت لها بلي ان شاء الله كاين دي فيديو راني نحط لك هاد الطابلة تاعي تشوفيها. ما عنديش بزاف ملي شريتها، ها هي باش تشوفيها مليح قدامك. ها هي انا مازال كيما شريتها كيما راني خلطتها، راهي مربولة مازال ما سكنتهاش. شوفي شوفي كبيرة، ها كبيرة شوفيها طويلة عريضة، فيها لتحت ثاني وين تحطي صوالحك ولا حاجة تحت. شوفوا الريب ولا لا تحت. هذه هي، وفيها الحاجة اللي عجبتني فيها بزاف هي فيها الدراريج، خاطش هاد الطابلة جاية ثقيلة يعني متنجمش ترفديها وتنقليها، فيها الدراريج يساعدوك بالخف تنقليها بلاصة أخرى. وهنا أنا غادي ندير لها جلد، أنا راني خالطها كيما هكا، ما عنديش بزاف ملي شريتها راني خالطها يعني في الوقت الحالي كيما هكا، عندي واحد الجلد شباب راني غادي نغطيها بيه. المهم هذه هي غير بغيت نوريها لك باش هكا، وتكشريتها من هوم ديبو، يعني هوم ديبو تحيت تكتبي في الويب سايت تاعهم، تدخلي تكتبي homedepot.com وتدخلي وتكتبي انا كتبت كوفي تيبل، كتبي كوفي تيبل غادي يخرجوا لك طوابل على كل نوع وشكل، وانتي خيري اللي تناسبك في دراهمك اللي تناسبك يعني في الصالة تاعك، وشري ويدولك شيبينغ حتى للدار، يعني توصلك حتى للدار. غادي تروحي انتي ترفديها ولا حاجة غادي يجيبوها لك حتى للدار وتمونطيها. يعني هذه كانت مديمونطيها هاد الطابلة، زوجي هو اللي مونطاها ركبلها كهاتف، ما يعني سهلة ماهيش حاجة صعيبة. هذه بالنسبة لي سألتني على الطابلة، ولا بالنسبة لأي وحدة يعني تحوس تشري طابلة تاع صالة ننصحها بالهوم ديبو. هوم ديبو بزاف طوابلهم شابين بزاف، واللي بغات تشري هيا خليكم معايا نروحو نكملو الكوزينة تاعنا. الشوربة تاعي هاهي سيموراي طابت، وغادي نصفيها. عندي هاد الكسكاس اللي غادي نصفي هاديك الخضرة يعني نمرسها، نوخر هاديك اللحم على جهة. هاد الكسكاس بزاف يعاونني تاع الطاجين، هذا جاي مع الطاجين. ها هي بديت نمرس فيها شوية الخضرة، قاعد نمرسها مليح مليح هكا باش الشوربة تاعي تجيني ثقيلة، خاصة هادي شوربة فريك لازم تكون ثقيلة مش كيما فيرميسات تكون شوية خفيفة، نثقلوها بالخضرة. انا مبغيتش نطحنها، انا توجور نديرها كيما هكا يعني يعني نمرسها مليح. هذه هي، ونزيد لها الماء اكيد، نزيد لها شويه ماء هكا باش تجي بزاف، باش ديجاي شويه كل ما كاع نشفت شويه من الماء. وهنا غادي نزيد شويه تاع لي زيتيز، زدت شويه كمون، كنت درت مقدار زدت شويه ملح، شويه تاع فلفل، يعني شويه شويه ما تفرش يعني هي ما تجيش كما حريره، الحريره هي اللي تكفر فيها لي زيتيز. يعني هذه طريقتي انا، ما طريقتي وانا هادي نديرها، ندير الشوربه تاعي كيما هكا. كي نبغي ندير الاصليه ثاني ندير الاصليه عادي. ها هو الفريك تاعي، هذا هو غادي نغسله شحال ما خطاش، تشوف الفريك يطلق بزاف واحد لاكولور هكا. ها هي كما راكم تشوفوا، غادي نقيه مليح مليح حتى خطرات ولا اربعه، ومن بعد عاد نديره نديره يعني يطيب واحد 10 دقائق. كي نبغي نطفي نخليها 10 دقائق ونديره.
نعم، خليه يطيب 10 دقائق ونصفي عليه. هاد الشوربة تجي بنينة بزاف. أنا غادي نبدا في البوراك تاعي لاني غادي نديره في الاير فراير، هاديك اللي شريتها سخيتوز. راني غادي ندهن الورقة تاع الديور كيما راكم تشوفو، ندهنها بشوية زيت وندير فيها هاديك الخلطة اللي درتها مستقن، يعني درت فيها كيما وريتها لكم يونطاشي وكلشي. وانا نبغي تعرفوا نبغي الاول نبغي بوراك تاع الدجاج بزاف. ان شاء الله في رمضان غادي نديرها لكم بوراك تاع الدجاج تاع الشوربه، يجي بزاف شباب يهبل. وحنا اكثريا نديرو بوراك تاعنا كيما هكا فيون طاشي والروز، يعني نهضى على روحي وعائلتي نديرو غير كيما هكا تقريبا. هنا نزيد شويه فرماج بخيتوس تاعي، راني شعلتها من قبل، دائما نشعلها هاديك اير فراير. بالنسبه للناس اللي شراوها ولا اللي بغين يشروها، دائما تشعلوها من قبل، خلوها تحمى لكم باش هكا كي ديروا بوراك ولا ديروا حاجه اللي تبغوها تقرمش تجيكم شابه بزاف. ها هي الحبه الاولى، وغادي نكمل كاع البوراك تاعي كيما هكا. وكي نبغي نديرها في ديك السبيتوز غادي ندهنها بشويه زيت في الفوق، يعني تبغوا تدهنوا وتبغوا ديروا كيما هكا ماشي شرط. يعني اذا انت ما بغيتيش الزيت خلي كيما هكا، ديري غير شويه برك زعما، غير باش ما يجيكش هكا ميجيكش كيما نقولو ناشف بزاف ولا سيتو مع الروز وكلشي. دير شويه زيت وينفع احسن من اللي تقلي في الزيت. تقلي في الزيت خاصه الديول تاعنا، الديول تاعنا وتاع تونس، هذا تاع تونس المهم، الديول قاع تاعنا يجي يعني يشرب الزيت بزاف. ديري في المقله بالخف يشرب الزيت. انا دائما الزيت كي نديرها في المقله نزيد له، يعني غير نحط الحبات نرفدهم بصح يشرب. بصح هذاك الديور تاع سبرينغ رولز هذاك اللي قلت لكم عليه تاع هنايا تاع تاع شنوا ما يشربش الزيت، الزيت يقعد لك كيما هو. بصح في البنة مختلفين، البنة هذا احسن، يعني البنة باش تبني البوراك تاع الصح هو هذا الديور تاعنا. ها راني حميتها من قبل، هنا زدت شويه تاع الزيت هاكا غير الفوق، وغادي ندخلهم يعني درتهم على 10 دقائق 400 درجة. وكل مرة غادي نخرجها ونشوفها، خاطش قادر يتحال لكم ولا المهم خرجوا باش تقلبوا الحبة. الشوربة تاعي صايرة طابت ديك السريكتاب، هنايا زدت شوية تاع قزبر قطعته، وزدت شوية تاع نعناع، يعني نعناع يكون يابس. أنا دائما في لافان ندير نعناع، الشوربة تاعي بلا نعناع ما تعجبنيش، يعني أنا الشوربة اللي مفيهوش فيها النعناع ما ناكلهاش. بالنعناع والقزبر وغادي نبلع عليها ونخليها صايرة بسيطة عليها. هنا بالنسبه للبوراك البنات بغيت نعطيكم نصيحه، شوفوا هذا الديول تاعنا تاع البلاد يجي مقرمش وبالخف يتفتت. يعني ننصحكم اللي ما تبغيش تبغي الحبه كيما هي تجيها شابه، ما ديرش في هذا السخيتوس تقليه وصاي ولا ديره كوشه، خاطرش على تاع سبرينغ رول سبرينغ روز هذاك الديول يقعد كيما هو. بصح هذا شوفوا يعني شحال من حبه ضاعت لي، يعني هكا تفتت. بصح شاية هو بالنسبه للصحه مليح. هنا الشوربه تاعي صايره طابت، كلشي طاب، حطيت الحشا والجبته البوراك ها هو قدامكم. هذا هو يجي كيما بصح يجي صحي ما فيه زيت بزاف. الشوربه غادي نوريها لكم جات روعه روعه البنات، اقسم بالله غير وحده البنة ماما ميا كيما يقول لك، شابه شابه بزاف. يعني هاد الشوربه انا نديرها كيما هكا والله غير تجي تهبل. المهم انا كنت كليتها من قبل، هنا راني نهضر كليتها من قبل على هذا راني نقول لكم. شوفوا هاد البوراك كي جاي قرن، مش تحسبوا قليتو، زوجي قال لي قليتيه ما عرفش بلي درتها سخيتوس، كنت درتها سخيتوس قال لي لا قليتي كي المقلي. بصح شاية ما يشربش الزيت كيما قلت لك. هيا غادي نتعشوا بصحتنا وقعدوا معايا نزيد نكمل معاكم فيديو. هاد قرب اللوز مع هاد الشوربة فريك وجبتها، قلت لزوجي باش يمدها لها كاش واحد يحطها، يعني ما عارف تاع زوجي صحابه ولا حاجة هاكا باش ناكلو ونوكلو ونبقو أجر وصدقة علينا. ماما تفكرو هكا كي ولاد بلاد هنايا ما والله بالدراهم وما صادش، يعني كيما زوجي بالدراهم وكان صايب يعني أكل هكا شباب و تاع دار وكلشي نتفكروهم. وغادي نبعثها إن شاء الله. وهنايا ها هي راني صايب كملت كلشي، جبت الشامية تاعي جبت لا تاعي، وغادي نجمع هكا نسخن تاع شوية بهذا قلب اللوز. حاولوا متكثروش من الحلاوة، انا يعني وليت ملي زيت وليت ناكل حلاوه وليت ناكل متوحشه بزاف ما نكذبش عليكم.
شوفوا هاد الشاميات تجي بزاف بزاف شابة، غادي نحط لكم ان شاء الله الفيديو تاعها، وغادي ان شاء الله غادي تعجبكم، غادي تسيوها وتعجبكم تاع الصح. المهم هنا غادي نختم معكم الروتين تاعي، ان شاء الله يربي يكون نال اعجابكم. ما تنسوش خلو لي اللايك، خلو لي هذوك لي كومونتير تاعكم الشابين اللي يشجعوني باش نزيد ندير لي فيديو معكم ونشارك معكم كاع الصوالح اللي نديرهم. المهم الفيديو غادي نخليه لكم فيديو تحفيزي للبنات اللي طالعين، خليكم. قبل ما تطلعي لامريكا يا اختي الفاضله، نقول لك باللي لازم تستعدي نفسيا، استعدي نفسيا، هذه اللي نقولها لك باش تطلعي لهذا البلاد، خاصه اذا كنتي طالعه وحدك لازم تستعدي، ديري فيجن يعني ديري رؤيه للحياه تاعك اللي باغي تكونيها هنا في امريكا، حطي حاجه متعلقه بامريكا تحت خطتك يوميا وتفرجي عليها وتحلمي بها، وغادي تحققي ان شاء الله اهدافك. وقالك مليح مليح باللي اذا دخلتي الفكره بلي غادي تطلعي لامريكا وغادي تخدمي في امريكا وغادي تبني حياتك وتستقري انت وزوجك وعائلتك، او بغيتي تطلعي وحدك وتستقري وحدك في امريكا، فلازم لازم لازم ديري فيجن. فيجن شهية ديري حاجه يعني رؤيه للحياه، ديري حاجه فوتو سبحان الله حاجه متعلقه بامريكا، ديريها تحت مخدتك هكا ولا ديريها هكا قدامك يعني في البيت اللي تبغي فيها، وقعدي من داك لداك تفرجي على هذيك الحاجه وتحلمي بهذه البلاد باش تطلعي لها. هذه نصيحه نقدمها لكامل الاخوات اللي بغاو يطلعوا لامريكا، ونقول لكم حضروا رواحكم نفسيا قبل ما تحضروا رواحكم يعني ماديا، حضروا رواحكم نفسيا بلي هاد البلاد اللي غادي تطلعي لها عمرك في حياتك ما ديري بلي غادي تطلعي البلاد تاع غربه ولا هكا يعني تبدي تخمي فيها بلي انا غادي تغربي على امك ولا تغربي على اهلك ولا حاجه. مادام انت نويتي وخممتي باش تطلعي لهاد البلاد، ومادام انت صايرتي مستعده باش تبني حياتك في بلاد اخرى، فلازم تستعدي كذلك نفسيا، لازم تخرجي كاع الافكار اللي مشي ملاح في راسك، هذاك تاع الوحش تاع الغربه، ولا تجي وحده عندك تقول لك بلي ما تنجميش تطلعي ولا بلاد صعيبه ولا حتى حاجه ما صعيبه في هذه الدنيا، حتى حاجه ما صعيبه في هذه الدنيا، اي حاجه تبغي تحققيها وحاجه تكون فيها خير ادعي دائما ربي باش تكون فيها خير، صلي استخاره وربي دائما يسهل لك فيها. ونتمنى ان شاء الله مادام درت معكم هذا الفيديو القصير التحفيزي مع الاخر، نتمنى ان شاء الله اي وحده في قلبها باش تطلع لامريكا يا ربي يحققها لها وتطلع لامريكا وتعيش فيها وتشوف العيشه فيها كي داير. هذا غادي نولي من داك الداك كي ندير لكم روتين، غادي نولي نحط لكم فيديو كما هكا فيديو تحفيزي ولا نعطيكم معلومه على امريكا. وما تنسونيش باللايك، اللايك خلوا لي كومونتير تاعكم وديروا بارطاج الفيديو تاعي، ومع السلامه حبيبتي.